بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجزاء معينة من الكود ساعات بتعدي علينا بتحس بأنها غريبة شوية كده، يمكن نكون اتكلمنا عنها او مرت علينا. الناس اللي بتحب تشوف البيج سورسز بتاعت صفحات الويب، ساعات ناس تعجبها حاجه معينه بتحاول تشوف هي اتنفذت ازاي، فبتجيب البيج سورس فبتصادفها الجزء ده من الكود وبتستغرب عليه لانه مكتوب بشكل غريب او صيغه غريبه. يمكن نكون احنا قطعنا مشوار حتى الان مش قليل في الويب ديزايننج يعني، فبتحس باني برضه الجانب ده غريب شويه، تحس ان هو مايل للديفلوبمنج اكتر بس هو برضه لسه مربوط بشغلنا في الديزايننج. ممكن تكون عدت علينا الاجزاء ديت في اقرب حاجه في اللاب او في الاكسرسايز اللي فات يا جماعه. انا راح نتكلم عن شويه الحاجات الغريبه ديت ممكن نكون وقفنا عندها واتكلمنا عن انها احيانا بتكون مش هاند رايتنج، واحيانا منها بتكون يعني بيتعملها جنريتنج بشكل اوتوماتيك. يعني الغريب اللي فيها انها نفس القيم بالظبط بتتكرر باستثناء ان البدايه بتاعتها بس هي اللي بتلاقيها بتتغير، لكن الباقي كله بتلاقيه بنفس القيم اكزاكتلي. يا جماعه كلامنا النهارده عن الاجزاء الغريبه دي من الكود، هنتكلم يا جماعه عن الفيندور بريفكسز في سيشن اليوم. واول سؤال راح نساله يا جماعه، ايه هي الفيندور بريفكسز ديت؟ طيب ببساطه كده الفيندور بريفكسز هي حروف معينه بتتحط قبل خصائص معينة علشان تحقق دعم متصفح معين للخصائص دي. لا لا اهدى كده وصلي على النبي. طيب نعيد السيناريو مرة تانية، حروف معينة يعني ايه معينة؟ يعني حروف معروفة، يعني كل حاجة ليها حاجة. يا جماعة يعني انت مش هتعمل فابريكيشن للحروف دي، لا على كل متصفح بياخد حرف معين، اوكي؟ حرف هو اكتر طبعا. جميل، تتحط قبل اهو، قبل يا جماعه بريفكس قبل خصائص معينه. يعني ايه خصائص معينه؟ يعني مش كل خصائص بتاخد حروف، لا لا لا، في خصائص معينه بس هي اللي بتاخد الحروف دي، وهنتكلم شويه اشمعنى يعني الخصائص دي. تمام، علشان تحقق ايه؟ عشان تحقق دعم متصفح معين اكزاكتلي كده للخصائص دي. يعني انت عايز تقول ايه؟ بالظبط، عايز اقول لك ان مش كل المتصفحات بتدعم كل الخصائص، كما ان مش كل الخصائص بتدعمها كل المتصفحات، في متصفحات معينه بتدعم خصائص معينه، متصفحات ثانيه ما بتدعمش الخصائص دي، والعكس صحيح، في خصائص معينه بتدعمها متصفحات معينه، وفي خصائص معينه ما بتدعمهاش متصفحات معينة. الامر ده يا جماعة محتاج ايه؟ محتاج ننزل على النقطة اللي بعد منها، هي ايه الفيندور بريفكسز المور كومون يا جماعة. الفيندور بريفكسز الاكثر شيوعا مقال اتكلمت عنه واحدة اسمها جينيفر كيرنن يا جماعة، بتقول ان the CSS browsers prefixes up. عندي في اندرويد عندي بريفكس اسمه ويب كيت اهو، ذات يا جماعة ويب ذات فيندور بريفكسز. الطريقة اللي راح يكتب بيها الفيندور بريفكسز داش وبعد منه الكلمه اللي بترجع للاوبريتنج سيستم او للبراوزر ده، وبعد منه داش تاني، بعد منه تكتب الخاصيه دايركتلي على طول. اوكي جميل، فاحنا في اندرويد ويب كيت، في كروم ويب كيت، في فايرفوكس ام او زد فور موزيلا طبعا فايرفوكس، الانترنت اكسبلورر ام اس فور مايكروسوفت، اي او اس ويب كيت، اوبيرا او فور اوبيرا، سفاري ويب كيت. تمام كده، دلوقتي يا جماعه المور كومون فيندور بريفكسز. ده نرجع نقصره مره ثانيه اهو، هي اسمها فيندور بريفكسز. اولا نقطتين، فيندور ليه؟ فيندور يا جماعه معناها المانيفاكتشر، مانيفاكتشر معناها المنتج اهو. ادينا احنا بنحكي بنقول في كروم موزيلا مايكروسوفت يا جماعه، الفيندور الشخص اللي بيبيع السلعه دي. وبريفكس ليه؟ انها بتتحط قبل البروبرتي اللي احنا راح ندعمها. حتى بص لو بصينا في الكود اللي احنا كنا واقفين عنه اهو، ام او زد وبعد منه الخاصيه اللي انت عايز ايه تشغلها. اوكي يا جماعه، طب جميل جدا. اوكي كده اتكلمنا عن ايه هي الفيندور بريفكسز والفيندور بريفكسز المور كومون.
يا ابني طيب ايه احنا بنستخدمها ليه؟ انا كويب ديزاينر انا راح نستخدمها ليه؟ طب اوكي الامر ده يا جماعه بيخليني نقول ان خد عندك ان السي اس اس ديت تحت التطوير. يعني ايه تحت التطوير يا جماعه؟ يعني فيها حاجات بتتغير، تمام؟ اوكي خليني اقول ان الناس بتطور في لغات ليه؟ يعني هما بيعملوا تطوير في اللغات ديت ليه؟ ودي نقطة راح نقف عندها يا جماعة. الأصل في كل حاجة خلقها ربنا إنها تتغير، عدا الله عز وجل هو الباقي الوحيد في الكون ده يا جماعة، تمام؟ الناس اللي بتعمل ديفلوبينج للويب، هو انا محتاج تطوير ليه يا جماعه؟ انت في الاتش ار انت بتحتاج تطور نفسك ليه يعني؟ او معنى ادق هو ايه اللي بيحصل لما انت بتطور نفسك؟ تمام؟ ايه اللي بيحصل لما الناس المسؤوله عن تطوير الويب تطور الويب يا جماعه؟ بيحصل ثلاث حاجه من ثلاث حاجات. اول حاجه في حاجات بتفضل زي ما هي، زي بالظبط انت ما بتعمل، في حاجات فيك انت ما بتحاولش تغيرها، بتحاول تقفل عليها، تخليها زي ما هي كده، بالظبط كده. في ايا يكن هي ايه يا جماعه، ها اي إيه مثلا suffixes prefixes property tags ايا يكن كانها ايه يا جماعه، في حاجات بتفضل زي ما هي في قلب السبيسيفيكيشنز ما بتتغيرش. ديت نقطه من ده، وده يعتبر جانب من جوانب التطوير. الجانب الثاني في حاجات بيحصل لها ديبريكيشن، حاجات بتوجع من جلب السبيسيفيكيشنز بتاعت مين؟ بتاعت المنظمات ديت، بتوجعها. طب انا موجعها ليه؟ الامر اشبه بان انت ايه؟ عندك مكتبه في البيت فيها مجموعه من الكتب، لكن في كتاب انت قريته مره واثنين وثلاثه، وعايز تشيل الكتاب ده وتنزله تحت شويه، فهمني؟ ده اللي بيحصل لما بيعملوا ديبريكيشن. يعني ايه؟ يعني التوجه العام للويب ما بيجيش يستخدم البروبرتي التاج البريفكس السافكس، ما بيجيش يستخدمه بشكل كبير. يعني معدلات استخدامه فضلا عن طريقة استخدامه مش اللي هي، فاهمني؟ عشان كده بيوجع. علشان ايه؟ علشان افضي مكان للحاجة التانية تضاف، وده الكومبوننت التالت او الحاجة التالتة يا جماعة، ان انا بحاول اضيف نقط جديدة، prefixes, suffixes, tags, properties, elements، ايا يكن بحاول اضيف حاجة جديدة. التوجه العام شايف ان مثلا الويب ديزاينرز بيستخدموا نقطة معينة بشكل كبير، فايه رأيك ما انا اسهل عليهم واحط لهم كتاجز، عشان بدل ما يكتب كود طويل شوية يكتب تاج واحدة بس، والتاج يبتدي يتفهم على ان هو كذا، فاهمني يا جماعة؟ ده اللي بيحصل في المسألة بتاعت التطوير. طيب ال CSS نفس السيناريو، فيها specifications، فيها في قلب ال specifications بتاعها فيها حاجات بتوجع، حاجات بتضاف، حاجات بتفضل زي ما هي، تمام؟ بدليل اني انا كنت في CSS 2 بقيت في CSS 3 ومستني CSS 4، على الرغم ان CSS 3 كارثة، حاجة كبيرة جدا، تمام؟ طيب ننزل النقطة اللي تحت منها بقى. الفيندور بريفكسز بتحدد الخصائص اللي تحت الاختبار، تمام؟ الامر بنقول ان في حاجات بتضاف. طيب وطالما في حاجات بتضاف، لا المسألة مش زي ما انت فاكر على فكرة، والله لا المسألة مش كن فيكون، الله عز وجل بس هو اللي بيقول كن فيكون، تمام؟ لا لكن في عرف البشر علشان تعمل ديفولوبنج لحاجة الامر مور كومبلكس شوية، تمام؟ يعني بص هنضرب مثال بسيط شوية، تمام؟ الناس اللي بنعتبر مثلا باعتبار يعني ان احنا الناس اللي بتطور الويب يا جماعة، تمام؟ على مصادر الجد بقى بصراحة، تمام؟ بص بقى قائمة احتمالاتك. طيب انت معاك different operating systems، مختلف أنظمة التشغيل، يعني لا خليني أديك شوية different types of operating systems. انت عندك أنواع مختلفة من أنظمة التشغيل، يعني أنظمة التشغيل خاصة بالموبايلز زي مثلا أندرويد ويندوز 4، أنظمة تشغيل open source زي لينوكس وكده، أنظمة تشغيل على الديسكتوبس، تمام؟ زي ويندوز والكلام ده، فاهمني؟ يعني عندك انواع مختلفه من انظمه تشغيل. لا خليني اكون لوكال شويه، انا هاخد حته واحده بس،
انا هتكلم عن انظمه التشغيل اللي هي خاصه بالبي سيز، يعني هسيب الباقي، هسيب انظمه التشغيل الخاصه بالسيل فونز والموبايل فونز والاوبن سورس اوبريت والاوبن سورس اوبريتنج سيستمز، وهمسك بس في انظمه التشغيل في البي سيز بتاعت ويندوز. هقول لك اندر ويندوز بس انت عندك ديفرنت براوزرز، فاهمني؟ انت عندك اكتر من براوزر زي مثلا جوجل كروم، اوبرا، سفاري، انترنت اكسبلورر، وكتير، وبلينك، ومثلا وسبارك، والقائمه تطول. وكل واحد من دول يا جماعه لي اوت انجن خاص بيه، تخيل. وكل لي اوت انجن من دول المفروض يتخاطب بشكل او باخر علشان تضاف فيه البروبرتي دي، لان كل واحد من دول ليه ديفولت سيتنج، ليه طريقه معينه بيعالج بيها الكود. فتخيل المنظمه اللي بتحاول تطور الويب المفروض تكلم كل جزء من دول باللغه الخاص بيه. فلما تيجي تضيف بروبرتي بتتحط اندر تيست في الاول، بتتحط قيد الاختبار علشان تحاول تعمل تيست عليها. الجميل في الفيندور بريفكسز انها بتخليك لو البراوزر بتاعك سبورتد ليها تستخدمها بشكل او باخر وهي لسه اندر تيست يا جماعه. فبكده انت كديزاينر تقدر تستخدم البروبرتيز، الفاليوز، الاليمنتس، ايا يكن البريفكسز ديت، وهي لسله قيد التطوير في قلب السبيسيفيكيشنز، طالما البراوزرز بتاعك بيدعم الانفيرجن بروفيكسز الخاصه بيها. تمام يا جماعه، ديت نقطه يعني ايه حبينا نوقف عندها. تمام اوكي، عايزين نوقف عند نقطه ثانيه كانت خاصه بالجانب الثالث او الجانب الرابع، توافقيه الخصائص مع المتصفحات. يا جماعه يعني ايه، انا بنقول ان انت عندك مشكله كبيره، مشكله في القصه بتاعت ان انت بتصمم مش بس ريسبونسيف على شاشات مختلفة، على ديفايسز مختلفة، على اوبريتنج سيستم مختلفة، انت يعني المشوار بتاعك بيجي مفتوح شوية. علشان كده الفيندور بريفكسز جت عشان تحل جزء من القصة دي، بان لو كان انت عارف طبعا ان بصوا احنا ايه، ما حصلوا على النبي، كل متصفح بيبقى له برنامج بيحاول يفك الشفرة دي. البرنامج ده اسمه سيرش او لاي اوت انجن، اسف يا رب، اسمه لاي اوت انجن. لاي اوت انجن ده بمنتهى البساطه هو البرنامج المسؤول عن ان هو يفسر شويه الاكواد اللي حضرتك بتكتبها علشان تبان للاند يوزر بشكلها النهائي. بنسمي المساله دي ريندر، اهو عارف مصطلح ريندر ده بيبان كويس خالص عند الناس لما بتشتغل، عند الناس اللي بتشتغل فيديو اديتنج وكده، الناس اللي بتصمم دعايه واعلان والكلام ده، اقصد كفيديوهات. مصطلح ريندر بتلاقيه بيستهلكه كتير. ريندر بتحول حاجه من طور التعديل واضافه الصوت والكلام ده لطور الانتاج النهائي، الحاجه الريندر اللي هو اليوزر ما لهوش دخل هي اتعملت ازاي، بس هيشوف شكلها الاند يوزر. تمام، او احنا بنعمل كده برضو في الويب ديزايننج، احنا اليوزر بيتعامل مع اليوزر انترفيس اللي احنا بنصممها له، ما لهوش دخل احنا اتشقلبنا وعملنا فيها ايه بالظبط عشان تظهر بالشكل اللي هو طبعا شايفه ولو مش عاجبه يعني. تمام فاهمني، انا بهزر طبعا يا جماعه. تمام، المساله دي يا جماعه اسمها ريندر. اوكي تمام رايت، كل سيرش، كل براوزر بيبقى له، كل براوزر بيبقى له لاي اوت انجن خاص بيه. تمام، لو احنا رحنا للوكي كده بنقول ان مثلا جوجل كروم واوبرا بيبقى لهم لاي اوت انجن اسمه بلينك، انترنت اكسبلورر ترايدنت، فايرفوكس جيكو، سفاري بيستخدم ويب كيت، اوبرا بريستو قبل ما يروح لبلينك، فاهمني؟ فكل سيرش انجن من دول بيبقى له ستاندرد سيتنجز، اعدادات مختلفه خاصه بيه هو. تمام، فلما تيجي تضيف او تعدل لازم ترجع للكيور بيز المبني عليها البرنامج ده يا جماعه، فاهمني؟ طيب، مساله توافقيه الخصائص مع المتصفحات هي بتحصل ازاي؟ بتحصل بان انت بتحاول تخاطب مين؟ بتحاول تخاطب الكور ده يا جماعه، عشان كده هو بيقول لك ويب كيت، بقول لك ام او زد، بقول لك ام اس، فاهمني؟ انا بحاول استدعي مين؟ بحاول اكلم بشكل مباشر مع الفيندور بريفكسز ديت، مع مين؟ مع تقريبا تحس بان هو بيكلم اللي اوت انجن اللي فيه الخلفيه ديت يا جماعه. تمام، احنا هنمثل بمثال بسيط، ورحنا فتحنا كود
صفحة عادية يا جماعة. الصفحة ديت حطينا فيها ديفيجن وكتبنا فيه كود معين، تمام؟ واستدعينا الديفيجن وكتبنا فيه بروبرتي من ضمن البروبرتيز. طب خليني طبعا قبل ما اكتب البروبرتي دي اقول يا جماعة، انا اسف والله، بقول ان انا عندي في الريفرنس بتاعي عندي كمية كبيرة جدا من الخصائص بتاعت ال سي اس اس، متفقين؟ الكلام عن البراوزر سبورت، دعم البراوزر للمتصفحات، تمام؟ اوكي، المتصفحات طبعا عادية، الحاجات اللي هي مرسوم عليها المتصفح فديت البراوزر سبورتد ليها يا جماعه، اوكي؟ في حاجات مش موجوده فالبراوزرز مش بيدعمها، يعني كان هو مش بيدعمها بشكل كامل. الحاجات اللي موجود عليها الاختصاره دي معناها ان هي البراوزرز بيدعمها بس بيحتاجها فيندور بريفكسز، يعني هي موجوده قيد التطوير، يعني ممكن تستخدمها، ممكن تستخدم لها فيندور بريفكسز، فاهمني؟ بس الحاجات اللي مش موجود عليها فيندور بريفكسز معناها ان البراوزر مش بيدعمها خالص، فمهما تكتبها في الكود بتاعك مش راح تتنفذ، فاهمني يا جماعه؟ زي كده. واحدة من ضمن الحاجات اللي احنا راح نقف عليها او احنا راح نمثل بيها كانت خاصة بالكلام رول، تمام؟ الكولوم رول ديت يا جماعة، تمام؟ انا عندي مدعومة من ديفرنت براوزرز بس على فايرفوكس مش مدعومة، او على بشكل عام على البراوزرز اللي بتشتغل على ويبك على موزيلا او استخدم جيكو مش مدعومة القصة ديت فيها، تمام؟ رحت انا لملف، عملت ملف كود فاضي والكور بتاعي ما فيهوش غير ديفيجن وفي شوية نصوص من نيورال ابسون، ورحت كاتب فيه ديفيجن ومستايل كولوم كاونت. الكولوم كاونت يا جماعة هنتكلم عنها ان شاء الله في السيشن اللي جاي تحت العنوان كرييتنج مالتي كولوم تكست، تمام؟ طيب خلينا نشوف تنفيذ الكود ده على الديفرنت براوزرز. طالما بتكلم عن ديفرنت براوزرز يبقى انا بتكلم عن ديفرنت لاي اوت انجنز، فاهمني؟ برامج بتعالج الكود بشكل مختلف، تمام؟ اوكي، مثلا لو احنا لكروم، كروم عالج الموضوع بشكل كويس. ادي الكود ده يا جماعه بمنتهى البساطه مسؤول عن ان هو يقسم لي ثلاث، يحدد لي ثلاث اعمده، يقسم لي النص لثلاث اعمده، تمام؟ كروم نفذه بشكل كويس. نروح عند فايرفوكس نشوف هينفذ الكود ازاي. في الفايرفوكس يا جماعه لا ما نفذش الكود، الامور كلها سايحه في بعض كده، مشكله. عند انترنت اكسبلورر المساله متنفذه بشكل كويس، عند اوبرا المساله متنفذه بشكل كويس، عند ابل سفاري المساله مش متنفذه. طب انا كده عندي، كده انا عندي براوزرين مش سبورتد، ابل سفاري وموزيلا فايرفوكس، الاثنين مش داعمين يعني الاثنين داعمين للبروبرتي ديت يا جماعه، بس هما مش منفذينها، عشان كده يجي دور ان انا محتاج الفيندور بريفكسز ديت يا جماعه، فاهمني؟ اوكي، فانا اروح اعمل ايه؟ ارجع بقى للريفرنس بتاعي واقول ان الكاونت كات انا محتاج الاكستنشن ده علشان تبقى مدعومه، محتاج ام او زد علشان تبقى القصه مدعومه، تمام؟ فاهمني يا جماعه؟ اوكي، فانا اروح للكود بتاعي وبصوا على الطريقه اللي انا هكتب فيها، انا هسيب ديت زي ما هي لان ديت هتتعامل لي مع بقيه البراوزرز اللي دعم القصه بشكل من غير فيندور بريفكسز، فاهمني؟ اوكي، المره اللي جايه انا هحاول اكتب الاكستنشن اللي محتاج فيه دعم القصه دي اللي هو ام او زد، تبقى القصه داش ام او زد داش كده، وبعدين بكتب الخاصيه بتاعتي دايركت على طول اللي هي كلام داش كاونت، وبعدين بكتب القيمه بتاعتي يا جماعه. اوكي، يبقى انا كده اهو انا ضفت الفيندور بريفكسز، دي الطريقه اللي بتضاف بيها يا جماعه. انا عرفت ان الفيندور بريفكسز ديت يعني هي مدعومه من جانب البراوزر ده، فاهمني؟ يعني ليها وجود، علشان في فيندور بريفكسز يا جماعه مش موجوده خالص، يعني مش مدعومه خالص، فدي مهما ضفت فيندور بريفكسز هي اساسا مش مدعومه من جانب البراوزر، علشان كده مالهاش فيندور بريفكسز من البدايه، فاهمني؟ ودي مش مشكلتك انت كديزاينرز حتى الان يعني، تمام؟ انت المساله لو انت محتاج، لو الحاجه كان ليها فيندور بريفكسز نازل، والامر طبعا مش ثابت، دايما الموضوع بيبقى متغير يا جماعه، فانت كيب انت تحاول تطلع دايما على الفيندور بريفكسز ديت، تشوف هي مدعومه ولا مش مدعومه من جانب البراوزرز، ولو مدعومه، مدعومه طيب بفيندور بريفكسز ولا مدعومه بشكل كامل من غير فيندور بريفكسز، من غير فيندور المستعان، تمام؟ فانا ضفت الام او زد ديت يا جماعه. وانا كان عندي نقطه ثانيه ابل، تمام؟ الابل طيب بتاخد ايه؟ اروح انا ارجع للكود مره ثانيه وارجع كده واشوف ابل في ابل سفاري بياخد ويب كيت، يبقى انا اروح اضيف الفيندر بريفكس الخاصه بويب كيت، اروح انسخ القصه دي مره ثانيه يا جماعه بكنترول سي واند بكنترول في، والمره دي هغير بويب كيت،
تمام. انا فهمت القصه بقى يا جماعه، اوكي انا فهمت ان ويب كيت دات عشان يدعم، عشان ابل سفاري يدعمها، وموزيلا علشان موزيلا تدعمها. لو رحت الموزيلا وعملت ريلود اوكي، عشان انا ضايف اكستنشن عندي بتعمل ريلود بشكل اوتوماتيك، هلاقي ان القصه اتنفذت. طب رحت الابل سفاري وعملت ريلود للصفحه، هلاقي ابل سفاري برضه اتنفذت. ليه؟ لان انا ضايف الفيندور بريفكسز الخاصه بويب كيت اللي هي هتمشي لي مع ابل سفاري، والخاصه بموزيلا اللي هي هتمشي لي مع فايرفوكس، والكلام الخاصيه نفسها اللي هي هتمشي مع بقيه البراوزرز اللي سبورتد ليه القصه في قلبهم، في قلب السبيسيفيكيشنز بتاعهم. دي القصه بتاعت الفيندور بريفكسز بمنتهى البساطه، وده الامر الخاص بتوافقيه المتصفحات، وده السبب اللي بيخلينا نشوف ان نفس القيمه بنشوفها بس متكرره على اكتر من قيمه، بس بالبريفكس بتاعها بيبتدي يكون متغير. يا رب ما اكون طولت عليكم، سعيد جدا اني اسال اسئله واستفسارات حضراتكم على مدار حلقه اليوم وعلى مدار التوتوريال بالكامل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.